ولا خلينا ناخد تليفونات بسرعه. الدكتور عمرو عبد الحكيم عامر. دكتور عمرو اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه السلام الله ورحمة وبركاته. الله اتفضل يا وبركاته. دكتور. أول حاجة طبعا أنا من خلال حديثي أنا فهمت ليه المعارضة فاشلة عندنا، ليه؟ لأن أول حاجة الأستاذ يحيى لما أنت قلت هفتح مداخلات قال لك المواطنين الشرفاء بتاعتهم، فيعني الناس دي عايشة في برج عاجي وفكرهم إن أي حد بقى بيدافع يبقى مواطن شريف ومزوق عليهم، وهم فكرهم عبقري والناس فكرهم حمير ولا يرتقوا لتفكيرهم أبدا يعني. فبصراحة كان تعليق سيء جدا، ما اعرفش حضرتك يعني هو يعني عندهم يقين ان اي حد يدافع عن الرئيس السيسي وكأنه مأجور يعني في ال مأجور بقى وما بيفهمش، وهم فاهمين الكفت يعني، واخد بال حضرتك؟ كنت عديت خدت بالك من الموضوع ده بس عدى، واخد بال حضرتك؟ اه وده اسلوب غير مقبول. لما المعارضة تفكر كده هتتعامل مع بقية البشر ازاي؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، فين المعارضة اساسا؟ احنا ما عندناش معارضة يا فندم، ومحدش حاسس بحاجة اسمها معارضة، ودي مصيبة سوداء. انا اتمنى يبقى في حزب معارض بجد ليه قوه في الشارع، بيشتغل في الشارع، عارف الشارع عايز ايه، عارف يتكلم الناس لغتهم، بيتكلم لغه الشارع، بيتكلم عن سلبيات وايجابيات، السلبيات بيشوف لها حلول وبيحاول يساعد. ما حدش دارين بمعارضه ولا يعرفوا يعني ايه معارضه. انا عارفك متفق مع الشريف النهارده في اغلب كلامه، انه بيتكلم كلام محترم جدا. الناس دي فين؟ من 2010 مش من 2014. الشريف قال 14، انا بقول له لا، من 2010 لما الساحه كانت مفتوحه تماما لكل الاحزاب وكل النخب، واي حد عايز يطلع يشتكي كان بيطلع في التلفزيون، ما يقدروش يعملوا حاجه. وكل انتخابات كل ما يتزنوا يقول لك مقاطعون، كل ما يتزنوا يقول لك، وهي مش اول مره يقول مقاطعون، ده بقى شعارنا مقاطعون. هي المعارضه اسمها معارضه مقاطعون. فين مقاطعون على طول؟ فين المرشح بتاعك؟ انت هتنزله لي امتى؟ انت المفروض تشتغل للانتخابات اللي جايه من النهارده، للانتخابات اللي بعد اللي جايه، عشان الناس يعني بيتعللوا دكتور عمرو بان المناخ مسدود، الاجواء مقفوله، الابواب مغلقه. هو ده عاجبني بصراحه يا فندم. هم يظهر مش فاهمين يعني ايه قمع. ده طالع يعني ده طالع بيهاجم رئيس الجمهوريه وبيتهمه بالدكتاتوريه والقمع على قناه فضائيه ويقول لك قمع. يعني انا غريبه بصراحه، يعني ما الكلام ده ما كانش يقدر يقوله في عصور قبل كده، ولا على التلفزيون، ولا هو قاعد في اوضه لوحده حتى. فهو بيعبر زي ما هو عايز. هم مش لا، انا طول عمري بقول يا دكتور عمرو، ودفعت ثمنا في عهد مبارك، ودفعت ثمنا بعد هذا. معلش الكلام ده لا يوجه ليا، لا مؤاخذه يعني. حضرتك اتحبست لما الله قلت حاجه النهارده؟ نعم. حضرتك اتحبست لما قلت قمع، وحضرتك اتحبست لما هاجمت، ولا حضرتك بتمارس؟ الله طيب، بس هو الله اول حال الحال القضيه مش غير اتحبس، مش من طيب غير في حوالي 60,000 محبوس. الله، غير اتحبس وفي قضايا رأي. إذا كنت سمعتك مش شايف يعني دي قصة 60,000 العدد. لازم احنا عايزين العدد الرسمي. لا احنا عايزين عدد الرسمي. طيب عدد المتغير. عايزين العدد الرسمي. معلش بعد ما ليك الله. كلام دكتور عمرو اتفضل. هو كده بيردد نفس الكلام اللي بيقولوه الاخوان اللي هو 60,000. طب احنا عايزين البيان الرسمي يطلع من وزير الداخليه المصري. هذا حقنا في جامعات إرهابية. يعني نعرف عدد المحبوسين. البيان متغير يوم. المحبوس على ذمة قضايا إرهابية ده أو بأحكام إرهابية في قضايا إرهابية مش هعتبره يعني. أنا مش بعتبر سجين سياسي يعني. عايزين العدد. مهندس يحيى عايزين العدد. ده قاتل يعني إرهابي. ماشي، أنا بدافع عن الإرهابيين. طيب هو الاثنين بقى واحد يا فندم ولا إيه؟ هو اللي النهارده اللي بيحرض على الإرهاب بقى سجين سياسي؟ اللي بيقتل في جنودنا وعساكرنا بقى سجين سياسي؟ لا، ده مش سجين سياسي. لا 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 لا، الارهابي ارهابي. الله. مش سجين سياسي. مش دي قضية. لكن السجين السياسي له تعريف. ما هو انت ما انه بيدفع ثمن موقفه المعارض. الارهابيين بيتحكموا مدني. اما تقول لي 60,000، يعني حضرتك بتقصد ان في 60,000 معتقل. هم كام طيب؟ انا عايز اقول حاجه ثانيه برضو. انا برضو بتفق، انا بقى طالب مع الشريف ان يبقى في خط مباشر من بعض المعارضه اللي هو معارضه بجد يعني للرئاسه بخصوص اي شاب مسجون بدون اي سند قانوني. لازم يبقى في خط دايركت بينه وبين الرئاسه، مش هينفع حد في النص. حد في النص هيعرقل المواضيع، حد في النص ممكن يكبر دماغه. مش لازم يبقى في اخطاء. امريكا فيها اخطاء والدنيا كلها فيها اخطاء. ومش هنداري على الاخطاء. وانا بحييك على دعوتك دي شريف، بس عايز يعلق على كلام. اتفضل شريف. دكتور عمرو برحب بحضرتك ومشكورا على الاشاده بالموقف، بس انا عايز اوضح لحضرتك جزئيه بسيطه. احنا بنتكلم على الاخطاء اللي موجوده في الجانبين، جانب المعارضه وجانب النظام. في بعض الاخطاء اللي موجوده من جانب النظام، على سبيل المثال الحصر التشويه مثلا.
لما جينا نقول مثلا اللي خالد علي هينزل يترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، بعض الإعلاميين وبعض القنوات بدأت اللي هي في حملة تشويه وحملة إساءة و و و و الموضوع بينحصر في الاثنين، مشكلة عند المعارضة ومشكلة عند الإعلام أو مشكلة عند النظام. يعني كلاهما يمارس إقصاءً وإقصاءً وتخويناً. وخلينا نعترف بده، لو عايزين يا أستاذ عمر اللي إحنا على الأقل نرتقي بالمعارضة اللي موجودة في مصر، عايزين على الأقل خالص نبقى نحط إيدينا على المشاكل اللي هنا والمشاكل اللي هنا. وأول حاجة بص يا شريف، أول حاجة نعلم الشباب إزاي يتكلم سياسة مش يشتم ويسب. تمام. أول حاجة أي بي سي عشان نتكلم سياسة، أول حاجة أعلم الشاب إزاي يتكلم سياسة، إزاي ينتقد سياسة، مش يشتم، مش يسب، أنتوا عبيد، أنتوا تطبيق، الكلام ده كله ده كلام فارغ وكلام أهبل. ما هو انا لما اجي الاقي، ما هو انا يا فندم لما اجي الاقي الاعلام بيشوه بكل الرموز 25 يناير مثلا وبيتهمهم بالخيانه والعماله، فطبيعي ان الشباب الصغير برضه هيبدا او الشباب عامه برضه هيبدا يستخدم نفس اللغه. خلي بالك، ما احنا انا من الناس اللي نزلت يناير يا شريف، واحنا اول ناس قعدت برضه نقول قايمه سوداء وقايمه حمراء، احنا كله غلط وكله كان بيشوه. صحيح، نتعلم من اخطائنا بس يا دكتور عمرو، نتعلم، عايزين نتعلم بس من اخطائنا. بس عايز اقول لك حاجه يا شريف، ما هي انتخابات السياسه. هو النهارده السيسي ما بيتقطعش بقاله 3 سنين من كله، ما بيتقطع يعني ما بيتهاجمش. بيتهاجم. طيب بيتهاجم وبالفاظ مشينه عشان بس نتكلم، وانت عارف الفيسبوك عامل ازاي والتويتر، يعني عايزين انت ما تقول لي خالد علي معلش ما هو لازم الرئاسه يبقى يعني هيستحمل لازم، ولو مسك رئاسه برضه هيبقى خلاص هو بقى ده الترند عندنا للاسف. انا بقول بس يا دكتور عمرو اللي احنا ما نديش ارض خصبه للمزايدات والكلام بس. لازم مرشح من ناس بتحب السيسي، والسيسي بيتهاجم من ناس بتحب خالد علي. بشكرك يا دكتور عمرو، الف شكر.